بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص علم الطي سبكتروسكوبي، سنتحدث اليوم عن طاقة الاهتزاز وأطياف الامتصاص لجزيئات ذات الذرتين، ويتعرف vibrational energies and absorption spectra of diatomic molecules. سنتحدث بداية عن الاهتزاز التوافقي البسيط الهارمونيك oscillation. إن الأصلة الكيميائية تختلف عن النموذج الكرتي والسلك الحلزوني، تختلف عنهم اختلافا كليا. لنرى كيف، وذلك أن الجزيئات يمكنها أن تأخذ مستويات اهتزازية مكممة من الطاقة. إذن الجزيئات تأخذ مستويات اهتزازية مكممة quantized وليست عشوائية كما هو في حال الكرة والسلك الحلزوني. يمكن حساب طاقة الاهتزاز لأي نظام معين بتعويض المعادلة التي درسناها سابقا في معادلة شرودنجر، ثم حلها كميا. ويعطينا هنا E طاقة ميو تردد زائد نصف في H أوميجا، في H أوميجا ذات بلانك ضرب التردد الزاوي. طبعا هنا الوحدة ستكون عندي هنا بطبيعة الحال إنرجي، يعني طاقة، وحدة في طبيعة الحال ستكون جول. طبعا هنا لابد لنا من أن نؤكد على أن التردد يأخذ قيما صحيحة، صفر واحد اثنين بهذه الصورة. ميو رقم الكم الاهتزازي. طبعا في حال حولنا المعادلة إلى وحدات سنتيمتر، فإنها تعطينا الـ E ميو هي عبارة عن E ميو على HC طاقة على HC تساوي V plus 1 أوميجا بار لكل. طبعا هنا الوحدة ستكون عندي لكل سنتيمتر، هذه يعني الوحدة. إن الطاقة الاهتزازية للجزيئة ذات الذرتين تتكون من مجموعة من المستويات، يمكن توضيح الانتقال المسموع فيها سنراه بعد قليل، يمكن لنا أن نوضحه بعد قليل. ها هو بهذا الشكل، هذه هي الطاقة الجزيئية. لاحظ المسافات متساوية، إذا الطاقة مكممة في هذه الحالة. إذا يظهر في الشكل أن قيمة الطاقة لأوطى مستوى اهتزازي لا تساوي الصفر، ويظهر هذا طبعا من تعويض ميو تساوي صفر في المعادلة. عوضنا ميو تساوي صفر، سيبقى عندي قيمة، عوضت ميو تساوي صفر تعطيك نصف اتش أوميجا أو اتش ميو بهذه الصورة. وطلب هذا بالنسبة للجزيئة ذات ذرتين، بحق الجزيئة أن لا تكون ذراتها في حالة سكون تام حتى لو كانت في أوطى مستوى اهتزازي، وتدعى الكمية H أوميجا أو نصف H أوميجا المقاسة بالجول أو أوميجا بطاقة نقطة الصفر Zero Point Energy. الآن نؤكد أيضا أن أطياف الاهتزاز تنتج من التغيرات في مستويات الطاقة الاهتزازية، ومع ذلك فإنه يمكن الحصول على أطياف الامتصاص أو الانبعاث فقط للجزيئات ذات الذرتين التي تصاحب حركتها الاهتزازية تغيرا في عزم ثنائي القطبين، أي أن عزم ثنائي القطبين المتذبذب fluctuating يقدم ميكانيكية للاتحاد بين الجزيئات والشعاع الكهرومغناطيسي. لذلك الجزيئات ذات الذرتين المتماثلتين في نواتيهما مثل H2 والN2 والO2 والتي لها عزم ثنائي في قطبين مساوي للصفر لأي طول من أطوال القاصرة لا يمكنها أن تتحد مع الشعاع الكهرومغناطيسي. من ناحية الأخرى، فإن الجزيئات ذات ذرتين هجينتين هيتون نيوكلير التي تمتلك عزما ثنائي القطبين يعتمد على المسافة البينية يمكن أن تنتج طيفا اهتزازيا. أو بصورة عامة، فإن قاعدة الاختيار الأولي لامتصاص وانبعاث الضوء بواسطة الجزيئة أن هذا هو المهم عندي. نتيجة التغير في حركة الاهتزازية يمكن توضح بالشكل التالي: إن الضوء يمكن أن يمتص أو ينبعث فيما لو كان هناك تغير في حالة الاهتزاز مصحوبا بتغير في عزم ثنائي القطبين. إذن لابد لي من تغير
في حالة الاهتزاز إذا لابد أن يحصل عنده تغيير في حالة الاهتزاز وصاحبه تغير في عزم ثنائي القطبين. إذا في ذرات الهجينة الهيترونيوكلير يمكن لنا أن ننتج طيفا اهتزازيا، لكن في الذرات الثنائية الطبيعية مثل O2 وN2 وH2 لها عزم ثنائي مساوي لصفر لأي أطول، أصلا يمكن أن تتحد مع الشعاع الكهرومغناطيسي. ما هي بهذه الصورة؟ ويمكن وضع القاعدة التالية لاختيار متوسطة تحدد انتقالات الناشئة من الامتصاص والانبعاث لكم من الإشعاع كالآتي: يجب أن يكون أنا عندي دلتا ميو يساوي موجب سالب 1. تطبيق قاعدة الاختيار على طيف الامتصاص دلتا ميو يساوي يصبح لدينا الأوميجا لكل سنتيمتر. إن طاقة الاهتزاز جزيئة ذات الذرتين تتكون مجموعة من المستويات المفصولة عن بعضها المسافة ثابتة، مقدارها أوميجا، المسافة من كل واحدة والأخرى أوميجا. أوميجا 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 بهذا الشكل، طبعا أوميجا بار، اعتذر، أوميجا بار أوميجا بار أوميجا بار أوميجا بار. إذا كانت جزيئة تعاني اهتزازا تدفقيا بسيطا هارمونيك أوسيليشن، وهذا يعني أن كل مستويين متجاورين من مستويات الطاقة يعطيان نفس التغير في الطاقة، وبالنتيجة يظهر خط واحد في الطيف، لأنهما يعانيان نفس اهتزازا تدفقيا بسيطا. إذا ستكون فروق الطاقة هنا عندي ثابتة، فإنهما يعطيان نفس التغير في الطاقة، وبالنتيجة يظهر خط واحد من الطيف الناتج يمثل الانتقال الاهتزازي الأساسي fundamental vibrational frequency كما هو واضح هنا. إذا لنحل معنا الآن، نحن يمتص HCL الإشعاع في منطقة انفراريد عند تردد اهتزازي أوميجا 2980 لكل سنتيمتر. احسب ثابت القوة. طبعا طلب علي أن أجد ثابت القوة. أتذكر أن ثابت القوة هو عبارة أوميجا يساوي 1 على 2 باي سي جذر التربيع كي أوفر ميو. كي هو ثابت القوة، ميو هي الـ reduced mass أو الكتلة المجتزأة. إذا هو قال لي HCL، H والCL أتذكر أنا الآن أجد الكتلة الجزئية، MH ضرب MCL على MH زائد MCL ضرب 1 على عدد الأفوغادرو، أعتذر عدد الأفوغادرو نمبر هنا. طبعا الـ H 1 الـ CL هي 35، 1 ضرب 35 على 1 زائد 35 ضرب 1 على 6.23 بالألف ضرب 10 أس 23 يعطيني بأن الميو في هذه الحالة 1.62%، حوالي يعني 1.62% ضرب 10 أس سالب 24. إذا آخذ أنا الآن هذه القيمة أعوضها في هذا الطرف، أعوضها هنا، الأوميجا معطاة، الـ H الباي والسي ثابتين، الجذر التربيعي كي هو المطلوب، ويبقى عندي الميو وجدتها الآن أنا. إذا 2980 يساوي 1 على 2 باي ضرب 3 ضرب 10 أس 10 حتى يصبح بوحدة السنتيمتر، ضرب الجذر التربيعي لكي على 1.62 ضرب 10 أس سالب 24. أحل أنا الآن لكي، يبقى عندي كي أحلها، أضرب هذا الطرف هنا، أخذ مربع الطرفين ثم أضرب هذا الطرف بالطرف هذا، يخرج الحل كي، يعطيني أن كي تساوي 4.84 ضرب 10 أس 4 داين بير ميترز، وهذا هو ثابت القوة، هنا محسوب القوة بوحدة داين. سؤال آخر: يظهر الطيف IR للكحول الأثيلي أصابة امتصاص لـ OH،
عندها 2.77 مايكرومتر. احسب ثابت القوة لعزمة او اتش في هذا المركب. طبعا هنا عندما اعطاني هنا اعطاني الطول الموجي، اتذكر انا ان الاوميجا تساوي 1 على اللاندا، وايضا تساوي الاوميجا بنفس الوقت تساوي 1 على 2 باي، هي كانت معطوة لنا 1 على 2 باي سي في الجذر التربيعي ل ك على نيو. إذا أنا آخذ الآن المقلوب لكن أضع وحدة سانتي، يصبح لي مقدار المقلوب هو عبارة عن، لو أنا أخذت أو أردت أن آخذ مقلوب 1.72 ضرب 10 سالب 4 حتكون وحدة سانتي. طبعا أترك لك عزيزي الطالب مهمة حساب ميو. ميو على العموم هي تساوي 1.50 ضرب 10 سالب 24 كما حسبناها سابقا، الوحدة الذرية للأكسجين ضرب الوحدة الذرية للهيدروجين على الوحدة الذرية للأكسجين زائد الوحدة الذرية للهيدروجين، هي تعطيني أنها 1.56 ضرب 10 ضرب عدد أفوكاترو طبعا ضرب مقلوب عدد أفوكاترو تساوي 1.56 ضرب 10 سالب 24 ضرب 10 سالب 24 جرام. طبعا الآن أنا أعوض في المعادلة، هنا أخذ مقلوبها 1 على 2.77 ضرب 10 والسالب 4، طبعا السالب 4 حتى يكون وحدة السنتيمتر، ولا تساوي 1 على 2 باي ضرب 3 ضرب 10 أس 10 أيضا حتى يكون وحدة السنتيمتر في الجذر التربيعي ك، هو التي نريد أن نجدها ك على ميو، أو أعوضها هنا 1.56 ضرب 10 أس سالب 24. الآن أجري العمليات الحسابية، أتركها لك عزيزي الطالب، أجري العمليات الحسابية وأحل لي ك، يصبح عندي ك في النهاية ثابت القوة لهذا ك لهذه الحزمة هي عبارة عن 0.7229 ضرب 10 أس 8 داين لكل متر. إذا أحبتي تحدثنا في هذا الفيديو عن المهتز التوافقي في الأنفرويد، أرجو أن يكون الفيديو قد أعجبكم، لا تبخل علي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم أحبتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.